السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الحولي مدة تقريبا 4 سنين هو عندي. المهم ولفتو بزاف، ولفني قصة ديالو عجيبة بزاف. القصة ديالو من البداية ديالو، واحد الإنسان كان شراه، بغا شراه من العيد، ومن بعد المرأة ديالو ما قبلتش الحولي هذا، وصدقت سبحان الله العظيم كتاب، شريت له حول كبير وديت له هذا. وبالمناسبة سبحان الله العظيم هذه هي المفاجأة اللي جاتنا من المنتخب المغربي بالفوز ديالو. الله يحفظه، الله ينجيه، الله يعاونه على المسيرة ديالو. نطلب الله سبحانه وتعالى يزيد فرحنا أكثر فأكثر، ويزيد طموح كبير يفرج المغاربة كاملين أرض خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن. وهذا الفوز نهديوه من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نطلب الله سبحانه وتعالى يحفظه من جميع الأشرار، يحفظه من جميع اللي كيضروا في حياته كاملة. نطلب الله سبحانه وتعالى يطول ربي في العمار، يطول في ربي في العمار حتى يوفقوا جميع اللي في النوايا ديالو والأسرة العلوية كاملة، أسرة العلوية كاملة بالصغيرة والكبيرة. وهذا الفوز هذا الحولي درت أنا على حساب الفوز هذا، تا أنا نشيط بزاف، فرحان لا أنا ولا ولادي ولا حومة ولا كل شيء ولا المدينة تطوان بأكملها. نطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل يزيد يفرحنا بفوز آخر، الفوز جديد إن شاء الله بحول الله، ونتأهلوا للدور الثاني، والله سبحانه وتعالى يوفقنا جميع المسلمين كافة. بقوة الفرحة ديالي أنا خرجت الحولي، دورت مدينة مارتيز برتتا هما محتفلة، وجيت هكا على مدينة على السنية درميل على المدينة. سبحان الله العظيم كل شيء فرحان، كل شيء نشطان. ونطلب الله سبحانه وتعالى المنتخب يزيد يفرحنا بزاف بزاف بزاف، وهذا مكان والله يعاونه على المسيرة ديالو، والله يوفقه، والله يعاونه كثيرا كثيرا، والله يحفظه والله يحفظه والله يحفظه.